تعالي نبتدي من ممارسة حضرتك أصلا للرياضة دي بصفة خاصة، وخصوصا وإن من 25 سنة كمان بصفة خاصة ما كانتش مشهورة قوي الرياضة دي، وبالتالي مش اختيار دارج. يعني انت اكيد لما كنت بتقولي للناس انا بلعب شراع كانوا بيستغربوا وقتها، ولا انا غلطان؟ دي حقيقه. انا بدات كنت بلعب تأديف، وبعدين شفت الفريق بتاع الواتر سكي فبدات اسال ايه الموضوع، انا ام سو انترست يعني عايزه العب وكده. وبدات اتعرف على اللي كان يعني نسميه جاد فاذر بتاع اللعبه ساعتها، ايهاب غالي وممكن نبيل السرجاني، والناس دي كانت مديه كل وقتها ومجهودها لنشر اللعبه. كانت ايام جميله طبعا، هم اللي علمونا وثقلونا، كانوا بيجيبوا لنا مدربين اجانب كل فتره علشان نزود الليفلز بتاعتنا، وفضلنا كعيله بقى مكملين كل سنه بنطلع سلمه نطلع سلمه لحد دلوقتي بقى عندنا اولاد ابطال في الميدل ايست وعلى مستوى الريجنال يعني. هي. هي.